فعلا نص ساعه بالتمام والكمال. اعزائي مشاهدي نايل سبورت في كل مكان والتلفزيون المصري، والتعادل السلبي بدون اهداف، وايمن حفني من ناحيه الشمال وعرضيه حلوه، جول 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 ايمن حفني، عدت وخدعت مصعد عوض كلنا افتكرناها بره وهي راحت في الزاويه من فوقيه، وايمن حفني في الدقيقه 31 بيسجل هدف البدايه لنادي الزمالك لترتفع على طول الرايه البيضاء زي ما بنقول، وتشجيع جماهير نادي الزمالك. ادي المقصوره الرئيسيه، مجلس اداره نادي الزمالك تقريبا بالكامل وعدد كبير، لكن ايمن حفني كابتن اشرف عدى، ادي اللعبه ادي اللعبه، خدعت مصعد عوض وعدت من فوقيه وراحت في الزاويه اليسرى العلوه، هدف اول لنادي الزمالك بعد 31 دقيقه، الزمالك 1 والاهلي لا شيء. إذن يتقدم الأبيض على الأحمر بهدف، يتقدم الزمالك صاحب الأرض والضيافة بهدف في تعادل قدام حضراتكم. جميل جميل جميل، خدع فعلا مصعد عوض يعني يحيل الملعب إلى شعلة من الهتاف والتشجيع، الجماهير المتواجدة تهتف وتشجع وتقول ولسه ولسه، وادي هنا بيقول في إيه في إيه اللي